إخوتي وأخواتي في عالم الزراعة والنباتات المنزلية، أسعد الله أوقاتكم بالخير واليمن والبركات. اليوم حديثنا عن نبات مختلف، نبات مفضل عندي، مفضل عند أغلب عشاق الزراعة بالعالم. هذا النبات بعد ما راح تعرف المعلومات عنه ما راح تدخر جهد بحيث تروح لأقرب مشتل وتشتري هذا النبات ويكون ضمن النباتات بحديقتك المنزلية. هذا النبات عرف الفائدة مالته المصريين القدماء، والملكة كليوباترا كانت تستخدم هذا النبات، وكذلك اليونانيين أيضا عرفوا فوائد هذا النبات. نبات مميز جدا بحيث أنه أطلق عليه الهنود الحمر عصا الجنة. النبات يتسمى صيدلية النساء، والنبات أيضا يتسمى النبات الطبيب. هذا النبات راح تتعرفون عليه اليوم معلومات كاملة وأسرار الزراعة ومجموعة كبيرة من الفوائد لهذا النبات. هذا النبات له خواص تنطي جمالية للإنسان، وكذلك له خواص علاجية. هذا النبات راح تتعرفون على كل تفاصيله بحيث تتعرفون على طريقة زراعته اللي ما تحتاج أي صعوبة. النبات هذا ممكن ينزرع بالحديقة المنزلية كنبات خارجي، وممكن ينزرع كنبات داخلي داخل المنزل، ممكن ينخلى بالبلكونة. هذا النبات مميز جدا. أنا عندي بالحديقة المنزلية ما مخلي مكان ما زارع به. ليش؟ لأنه يعني أريد استفاد أقصى استفادة من هذا النبات. إخوان الأعزاء، النبات هو صبار الأوليفيرا مثل ما تشوفون. شوفوا سحر وجمال هذا النبات. هذا النبات إخوان الأعزاء سهل العناية، سهل الإكثار، نبات بفوائد فوق التصور. يعني إيش راح أقول لكم هسه حاليا من فوائد لهذا النبات؟ يجوز يعني ما انطي حقه، لانه العلماء بكافه دول العالم بهاي الفتره يبحثون عن فوائد له اكثر، لانه باكثر من 6 مواد اساسيه مفيده لجسم الانسان. مواد مضاده فيروسيه، مضاده فطريه، مضاده للعفن، مضاده للبكتيريا. هذا المواد له استخدامات لا تعد ولا تحصى. أنصحكم باقتناء هذا النبات لفوائده. إخوان الأعزاء، هذا النبات باختصار خلينا يعني بالبداية نتعرف على طريقة الزراعة مالته واكثار هذا النبات. طبعا هذا النبات يتكاثر بالخلفات. كل نبات مثل ما تشوفون بعد ما تزرعونه راح تشوفون يتكاثر بالخلفات، تطلع خلفات بجانب النبات الأم. والطريقة بسيطة جدا لإكثاره، هي أنه هذا الشكل الجميل، هذا الشكل يتم فصل الخلفات مثل ما تشوفون. شوفوا هذا بهذا الشكل البسيط، ما تحتاج أي صعوبة. شوفوا هذا الشكل، ويتم زراعة هاي الخلفات مع الجذور ومع قليل من التربة. يتم نقلها وزراعتها بأي سندانة، أي سندانة موجودة عندكم. الأفضل تكون سنادين صغيرة هذا الشكل الجميل، وتوضع في منطقة بعد الزراعة، توضع بمنطقة منطقة شبه ظل، يعني تقريبا إنارة قوية بدون شمس مباشرة. هاي باختصار طريقة زراعة صبار الأوليفيرا. ما راح تكلفكم شيء، والنبات الواحد ممكن تسوونه عشرات النباتات. هاي الطريقة باختصار طريقة الزراعة. طبعا ممكن انه ينزرع بالسنادين، وممكن انه تزرعون النبات في الارض. وهسه راح اشوفكم شلون شكل النبات، وشلون شكله، وشلون يزهر في السنادين او الارض. إخوان الأعزاء، شوفوا جمال وسحر أزهار صبار الأوليفيرا بالحديقة المنزلية. يعني هذا النبات مميز جدا، وشكل يعني الأزهار مالته فائقة الجمال. شوفوا هنا مزروع عندنا بالسنادين، وهذا النبات مثل ما تشوفون الأوراق عبارة عن جل، بداخلها جل. هذا الجل هو اللي يستخدم للاستخدامات العلاجية والجمالية.
وان شاء الله راح نتطرق لكم على يعني مثل ما تقولون على تفاصيل مهمة تتعلق باستخداماته العلاجية. طبعا هنا ايضا عندنا مثل ما تشوفون اكثر من صبارة مزهرة. هاي الصبارات الموجودة الصباريات هاي مزروعة بالصنادين مثل ما تشوفون، شوف مزروعة بالصنادين، وهنا ايضا عندنا مزروعة بالصنادين. شوف التزهير مالتها فائق الجمال. احنا الان في بداية فصل الربيع، طبعا التزهير يكون بداية فصل الربيع. شوفوا مثل ما تشوفون هذا ايضا هنا عندنا تزهير صبار الاوليفيرا، هنا تزهير داخل الصنادين. راح نشوفكم هسه تزهير صبار الاوليفيرا بالارض. صراحة انا هذا النبات اعتبره واحد من اهم النباتات عندي بالحديقة المنزلية، وياما وزعت من عنده مئات الخلفات حتى يتم اكثاره، واتمنى انه كل بيت يكون موجود. طبعا راح هسه نروح اشوفكم شلون يزهر هذا النبات بالارض ويكون شكله ايضا جميل. اخواني الاعزاء، طبعا طريقي للصبار الاوليفيرا اللي زارعه بالحديقه المنزليه بالارض، حبيت اشوفكم سحر وجمال الورد الجوري. الورد الجوري بالحديقة المنزلية اخوان الاعزاء لا يمكن الاستغناء عنه، لذلك اي واحد عنده حديقة خلي يكون الورد الجوري واحد من اساسيات النباتات الموجودة بالحديقة المنزلية. وان شاء الله انا نزلكم بالايام القادمة تفاصيل مهمة حول طريقة اللي تخلي النباتات مزهرة بشكل كثير جدا. شوفوا جمال وسحر النباتات بالحديقة المنزلية بالأوقات بوقت يعني الربيع. وهسه خلينا نكمل موضوع صبار الأوليفيرا ونشوفكم صبار الأوليفيرا شلون يزهر بشكل مميز جدا يعني بالحديقة، وإذا كان مزروع بالأرض. يعني هذا الصبار ممكن يكون داخلي، ممكن يكون ينزرع بالحديقة المنزلية بالصنادين، وممكن ينزرع بالأرض. مثل ما تشوفون اخوان الاعزاء، شوفوا سحر وجمال ازهار صبار الاوليفيرا بالارض، ايضا مميزه جدا جدا. ومثل ما تشوفون هنا هاي الكميه من الازهار ويعني النباتات اللي بها خلفات كثيره. صبار الاوليفيرا اخوان الاعزاء مميز جدا جدا وفائق الجمال، لذلك اكثر من مره ننصح ونقول اخوان الاعزاء ازرعوا هذا النوع من الصبار لفوائده الكثيرة. طبعا هسه هذا الكلام كله تحوله